السلام عليكم اختي. عليكم السلام. اولا شنو رايك في هذه المباراه؟ هذه المباراه كبيره اللي رجمه من بين مباراه كبيره بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي. فوز باين الوداد البيضاوي ان شاء الله، وكنتمنى من الفريق الوداد البيضاوي يكون في المباراه جيده ان شاء الله. شكون اللي غيماركي النتيجه؟ انا كنقول يا ربي يماركي الحسوني، اللي حسوني تبارك الله لعاب مميز في فريق الوداد البيضاوي. كنتمنى الفوز للوداد البيضاوي ان شاء الله. رساله للجماهير باش ما يكونش شغب، نشاهدوا المتعه في المدرجات. كنتمنى الجمهور الوداد البيضاوي يكون عن حظ ان شاء الله، يكون الوداد البيضاوي يكون عن حظ ان شاء الله، وما يدير لا شغب لا والو ان شاء الله، ويكون الوداد البيضاوي يفوز المباراه بين الجيش الملكي. مشجعه وداديه؟ انا صراحه مشجعه وداديه بير، وكنقول ديما وداد ديما وداد فداد. نسولك اختي على نوره مسكينه الله يرحمها، شنو رايك في ذاك الحدث اللي وقع؟ الصراحه بقات فيا، تاسفنا بزاف، وكنقول تعزيه الجماهير الوداد الرجاء البيضاوي والوالديها مسكينه والله يرحمها يا ربي. وما بغيناش ديك الحاله تكون. سمعتي لاله انت مسكينه هاد نوره وقع عليها ما وقع؟ بقات فينا مسكينه، وما بغيناش داك الشيء يكون، وكنتمنى من الرجاء والوداد تكون ديما منظمه وما يكون لا مشاكل ما يكون لا صداع. بنادم كيجي يتفرج يمشي سليم ويجي سليم والله يهديهم، وديما وداد. وكنطلب الله الله يرحمها مسكينه والله يثبت على السؤال والله يعطيها الصبر، لوالديها الصبر يكونوا صبروا عليها. وكنتمنى من الله الله هادشي ما يتكررش عاوتاني، وديما وداد. وحنايا واخا حنا وداد كنبغيو الرجاء بحالنا بحالهم، واخا هما ما كيبغيوناش حنا كنبغيوهم، وديما وداد. السلام عليكم. اولا شنو رايك في هذه المباراه اللي غتجمع ما بين الوداد والجيش، يعني الكلاسيكو قمه ديال الدوري؟ الكلاسيكو قمه ديال 24، المقابله غتكون مقابله جميله، واللي الحكم الاعصاب ديالو اللي ولي العام زياره مرحبا نشجعوا، كير الوداد كير الجيش الملكي، حنا خوت. كنعرفوا الجيش هو المتصدر 50 نقطة والوداد 49 نقطة، يعني مطارد مباشر، غتكون مباراة حارقة ومباراة صعيبة. مباراة صعيبة، مباراة حارقة، ولكن اللي يشد في وسط الميدان انه هو اللي غادي الازيالات، هو اللي غادي يربح المقابلة. كلشي غادي يقلب على الربح. كلشي غادي يقلب على الربح. واحد الكلمة غادي نقولها لك لهذيك السيدة اللي توفات، هذيك السيدة اللي توفات الله، نورة مسكينة الله يرحمها، الله يغفر لنا ولا الله يرحمها. وكنعزي عاوتاني المسؤولين ديال الرجاء والمكتب ديال الرجاء في هذيك مشجعة رجاوية، وإن للأو الأسرة وإن لله وإن إليه راجعون، وديما وداد. التوقع ديالك هذه المباراة؟ توقع الوداد غتربح 2-0. ربح 2-0 إن شاء الله. إن شاء الله. ربحنا كيف الجماهير الودادية باش ما نشوفوا لا شغب لا تيجي. رجال الجماهير الودادية أنا أحسن جمهور كاين في العالم. وفريق الوداد. وشكرا. فرجة ممتعة.